شكرا أحمد. نشرة الأخبار من صباح البلد. يرأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق القائم بأعمال رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتقارير الوزراء المختلفة. كما يعقد عمرو الجرحي وزير المالية والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء للحديث عن قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي. كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل منذ يومين. عاد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عقب جولة تفقدية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بقطاعات التأمين بنطاق شمال سيناء. يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري قد أعلن أمس أنه تم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهليكوبتر. وأوضح المتحدث العسكري أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية قامت بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وذلك أثناء زيارة القائد العام ووزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش. غادر مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام مطار القاهرة الدولية فجر اليوم متوجها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو تلبية لدعوة رسمية من رئيس إدارة مسلمي القوقاز بأذربيجان للمشاركة في المؤتمر العالمي أهمية الاتحاد والتكاتف في وقت الأزمات، وذلك في إطار فعاليات عام التضامن الذي أطلقه الرئيس الأذربيجاني هذا العام. من المقرر أن يلقي الدكتور شوقي علام الكلمة الرئيسية في المؤتمر الذي يعقد في مدينة باكو على مدار يومي 21 و22 من ديسمبر الجاري برعاية وحضور رئيس أذربيجان. يحضر المؤتمر رجال الدولة في أذربيجان وعلماء الدين من دول العالم وكذلك ممثلو المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي. تبدأ اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائبة سيلفيا نبيل اليوم أولى جلساتها لمناقشة ومتابعة رؤية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء. يحضر الاجتماع الدكتور حسن عيسى رئيس اللجنة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري وعدد من أعضاء اللجنة. وأوضحت سيلفيا نبيل رئيس اللجنة أن الاجتماع يأتي لوضع خطة عمل الفترة المقبلة والتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية وباقي الوزارات بشأن متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء على الوزارات المختلفة. قال عمرو أبو العطا سفير مصر في الأمم المتحدة والمندوب الدائم لديها إن الصواريخ التي استهدفت المملكة السعودية من قبل جماعة الحوثي متجهة إلى العاصمة الرياض بلد المنشأ لها إيران. وأضاف أن مصر تعبر عن قلقها بشكل خاص إزاء المعلومات والأدلة ذات الصلة بقيام إيران بمد الميليشيات بأسلحة وصواريخ وتشجيع تلك الميليشيات على استهداف دول مجاورة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومبادئ الأمم المتحدة وأبسط قواعد حسن الجوار. نهاية النشرة، والآن إلى فاصل قصير.